بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نرحب بمقدمين الورشة من إدارة المياه. بيكون معانا الأخ زكريا. أهلا وسهلا، أهلا فيك عزيزي، شلونكم؟ إن شاء الله طيبين. الله يسلمك. نتشرف بالتنسيق لهذه الدورة المهمة. بإمكانك تبتدي العرض وقت اللي يناسبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس زكريا بوشيري من إدارة توزيع المياه في هيئة الكهرباء والمياه. نرحب فيكم جميعا في ورش اليوم. فالورش اليوم بتتضمن اللي هي أنظمة التمديدات المائية في المباني والإجراءات المستحدثة من قبل هيئة الكهرباء والمياه في هذا الخصوص. بنتطرق بداية إلى متطلبات التقديم لعداد مياه منفصل، وبعدها بنروح إلى متطلبات التقديم للعدادات الفرعية في المباني، وآخر شيء بيكون عندنا المناقشة. طبعاً في هاي اللي هو العرض راح نتطرق فقط إلى الأشياء المستحدثة والنقاط اللي نحتاج التركيز عليها، أما الأمور الأخرى فهي موجودة في لائحة تنظيم العمل وفي موجودة في الدليل الموحد لاشتراطات تراخيص البناء اللي هو في موقع بنايات، فممكن الرجوع له في أي وقت. موجودة جميع الاشتراطات لجميع أنواع طلبات المياه، لكن هنا احنا فقط راح نركز على الأمور المستحدثة واللي هي نلاحظ فيها بعض القصور يعني وقت تقديم الطلب. فراح نبتدي أول شيء في متطلبات التقديم لعدادات المياه المنفصلة اللي هي بتكون عادة حجم الفلل أو المداخل المباني اللي هو عدد المياه الرئيسي. طبعا المستندات الرئيسية اللي يجب توفيرها اللي هي مطلوبة في وقت تقديم الطلب اللي هي اتفاقية هيئة الكهرباء والماء، وبطاقة الهوية وإجازة البناء، بطاقة العنوان وثيقة الملكية، والخرائط التابعة حق المبنى. اللي راح نركز عليه أولاً هني اللي هي في ملء الاستمارة مالت طلب تزويد المياه. طبعاً قبل تقديم الطلب يجب مراجعة الاشتراطات تبع المياه الموجودة في إجازة البناء والرسومات المعتمدة من قبل إدارة توزيع المياه، والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات قبل تقديم الطلب، حيث أن هناك إقرار من قبل السباك في حال الختم على هذه الاستمارة بأن الموقع جاهز لتركيب عداد المياه. في حال عدم الجاهزية نقوم احنا في إدارة توزيع المياه بإرسال إنذار كتابي إلى هذا السباك، حيث أنه أخل بهذه الاشتراطات. إذا تم تكرار هذه يعني الخطأ أنه يقدم السباك أيضا مرة أخرى يعني طلبات مياه من غير ما تكون جاهزة أو من غير ما تكون مستوفية الشروط المذكورة في إجازة البناء والرسومات، فإحنا هنا نقوم بإيقاف هذا السباك لمدة أقصاها 6 أشهر، وذلك بحسب اللي هي لائحة تنظيم العمل في مجال السباكة، القرار الصادر في 2012. بعدها بنروح حق النقطة الثانية في وقت تقديم طلب المياه. نتمنى من اللي هما المكاتب الهندسية والسباكين المعتمدين أيضا إرفاق صور حق الموقع. طبعا احنا ليش نحتاج ارفاق صور للموقع؟ هذه لسرعه عمليه اجراء وتمرير طلبات المياه، بحيث ان احنا في حال تم ارفاق صور واضحه من قبل السباك المعتمد والمكتب الهندسي احنا ما نحتاج ان احنا نزور الموقع نتاكد من الجاهزيه، ولكن الصور بتكون كافيه فبنتمرر الطلب بطريقه اسرع، فاحنا بنختصر عدد الايام اللي نحتاجها على اساس نمرر الطلب. فالصور اللي احنا نحتاجها حق هاي النوع من الطلبات اللي هي حق عدادات المياه المنفصلة للفلل أو للمباني، نحتاج اللي هو صورة حق موقع تجهيز عداد الماء، صورة قريبة وبعيدة، وصورة حق خزان الماء الأرضي مع العوامة، وصور حق صمامات المياه. عندنا اللي هو صمام التحكم الستوب فولف، وعندنا أيضا اللي هو صمام غير قابل للترجيع اللي هو النار التيرمال.
ونحتاج أيضاً اللي هي صورة حق نقطة تزوير الخزان من صهريج المياه. راح نتطرق حق النقطة رقم 5 في سلايد آخر. رقم 6 اللي هو في حال كان التجهيز تجويف داخلي نفس ما احنا نلاحظ في الصورة اللي صار كلش انزين، فيجب توضيح القياسات مع الصور بحيث ان السباك يستخدم الميجرنج تيب اللي هو على اساس انه هو يروينا يعني قياسات هذا الصندوق. طبعا القياسات بتكون موجوده ايضا في الدليل الموحد لاشتراطات تراخيص البناء بالرسومات والقياسات حق كل جزء من هذا الصندوق. النقطة الثالثة هذه هو أمر مستحدث عندنا اللي هو في إدارة توزيع المياه بخصوص توفير نقطة التزويد من خلال الصهريج اللي هي التانكر بوينت. هذه هي في حال لو مثلا صار في أي شورتج مثلا في شبكة المياه، فممكن أن احنا نوصل الماء حق المبنى من خلال هذه النقطة، فهي بتسهل عملية اللي هي تزويد هذه المباني بالمياه. طبعا هاي الاشتراط بيكون فقط يعني يطبق فقط على اجهزات البناء اللي بيكون مذكور فيها هذا الاشتراط، اما اجهزات البناء القديمه بس في احد مسوي شيرنج، اذا ممكن نشيل الشيرنج مال السكرين على اساس نقدر نكمل. في أحد مسوي شيرينج للسكرين؟ أرجو التأكد من جميع المكاتب وجميع الحضور، هل في أحد مسوي شيرينج حق السكرين؟ زكريا إذا تقدر تسوي ريكوست مرة ثانية. أوكي. طبعا نستأنف ما كنا نتكلم عنه اللي هو نقطة تزويد من خلال الصهريج. طبعا هذا الاشتراط بيكون موجود فقط في إجازات البناء الجديدة. طبعا احنا بدأنا تقريبا من السنة اللي هي 2021، فطبعا يجب من السباك المكتب الهندسي قبل تقديم الطلب تأكد إذا كان موجود هذا الاشتراط في إجازات البناء. في حال وجود هذا الاشتراط يجب التقيد فيه وتجهيز هاي النقطة حسب الرسومات الموجودة والمعتمدة من قبل إدارة توزيع المياه. انتقل بعدها إلى تطلبات التقديم لعدادات المياه الفرعية. طبعا مثل ما ذكرنا احنا هنا بنركز فقط على الأشياء المستحدثة واللي نلاحظ فيها بعض الأخطاء من قبل السباكي. المستندات لتقديم الطلب هي نفسها اللي احنا ذكرناها سابقا حق تقديم الطلب العادي، اللي هي اتفاقية هيئة الكهرباء والماء، بطاقة الهوية، إجازة البناء، بطاقة العنوان، بطاقة الملكية والخرائط. إضافة إلى هذه الاستمارات، في هذه الاستمارة اللي هي استمارة تقديم الطلب، طبعا يجب من هذه الاستمارة بعد التأكد أيضا من اكتفاء جميع الاشتراطات الموجودة في إجازة البناء والرسومات المعتمدة، ويجب ذكر عدد الوحدات الجاهزة في المبنى حق تركيب عدادات المياه الفرعية، بحيث أن الطلب يعني بيتم إدخاله بحسب عدد هذه الوحدات الجاهزة. وطبعاً لازم تكون بطاقات العناوين موجودة في اللي هو الطلب نفسه في المستندات. هني بعد ايضا بيكون في اقرار من قبل السباك والمشترك بجاهزيه الموقع، ومثل ما ذكرنا سابقا انه بيكون في انذار كتابي وبعدها توقيف حق السباك في حال عدم اللي هو اتباع هذه الاشتراطات وعدم تقديم الطلب او تقديم الطلب وفي حال عدم جاهزيه الموقع.
ننتقل حق الاستمارة الثانية، هذه أيضا استمارة مستحدثة. هذه الاستمارة طبعا تشمل اشتراطات إدارة توزيع المياه واشتراطات إدارة ترشيد الكهرباء والماء، فهذه أيضا يجب أن تملأ من قبل السباك المعتمد، ويتأكد السباك من استيفاء جميع المتطلبات الموجودة في هذه الاستمارة ويختم عليها ويسلمها مع بقية المستندات. طبعا بالنسبه حق اشتراطات اداره ترشيد الكهرباء والماء، مع ان هي يقولها المهندس همام العطاوي بيشرح لكم بعد ايضا عنده يعني بعض المعلومات بخصوص هذه المتطلبات والاشتراطات. ننتقل ايضا الى النقطه الثالثه اللي هي ارفاق الصور للموقع، توضح جاهزيته مثل ما قلنا سابقا ايضا ان هاي بيسهل علينا عمليه تمرير الطلب في وقت أقصر. ففي هاي الحالة إحنا نحتاج أولاً صورة حق صندوق العدادات الفرعية، صورة قريبة وبعيدة، ونحتاج أيضاً صورة توضح ترقيم الأنابيب بما يطابق عناوين الوحدات الموجودة، وثالثاً نحتاج صورة توضح قياسات الأنابيب مع المسافات، طبعاً نخلي الميجرينج تيب موجود وتوضح المسافات بحيث إن إحنا نعرف مسافة تكون كم بين الأنابيب الموجودة. أيضا صور حق صمامات المياه، صمام التحكم وصمام غير قابل للترجيل. وخامسا في حال مطابقة المبنى إلى اشتراط يعني تجهيز تسليكات كهربائية لقراءة العدادات، يجب أيضا وضع بعض الصور توضح جاهزية هذه التسليكات. طبعا بالنسبه حق رسومات التجهيزات بتكون كلها موجوده مثل ما قلنا في الدليل الموحد. ننتقل للنقطه الرابعه، في ايضا عندنا اشتراط جديد اللي هو حق تجهيز عدادات المياه الفرعيه في الطابق العلوي اللي هو في سطح المبنى ويكون في الخارج، او انه هو يكون في كل طابق من الطوابق، فما يكون التجهيز مال عدادات المياه الفرعيه في الطابق الارضي. يكون في خيارين، يا اللي هو الطابق العلوي في سطح المبنى في الخارج، او انه يكون داخل كل مبنى. هذه هي الرسمه الجديد اللي احنا تم اعتمادها يعني مؤخرا، وموجوده ايضا في الدليل الموحد. فقبل تقديم الطلب يجب على المشترك مع السباك والمكتب الهندسي التاكد من تقيد بهذه الاشتراطات، الا في حال وجود موافقه مسبقه من قبل اداره توزيع المياه على تجهيز اللي هو موقع العدادات بحيث يكون في الطابق الأرضي أو يكون مذكور في إجازة البناء. طبعاً هاي بالنسبة حق الأشياء المستحدثة في إدارة توزيع المياه بخصوص تقديم الطلبات. شاكر لكم الاستماع، فما أدري هل الحين نبتدي بالمناقشة أو أن احنا نبدأ مع الأخ همام العطاوي في الشرح. فعلياً إحنا نفضل استيفاء العرض كامل من جميع الإدارات عشان يصير في حصر حق الأسئلة، وفي نهاية الورشة إن شاء الله ما تقصرون يتم الرد على الأسئلة من عن الإدارتين يعني. خلاص على الحمام بسوي أنا يعني ستوب الشيرينج بيكون عندك. تمام إن شاء الله. حياكم الله. تفضل أستاذ، شلونك؟ الحمد لله، الله يسلمك، شلونك؟ بخير إن شاء الله. الله يسلمك بالتوفيق. صوتي واضح؟ واضح جدا، كل شيء تمام. ونطلب من المكاتب الهندسية بعد إبقاء المايكات مغلقة. تفضل أستاذ همام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. إن شاء الله بتكلم الحين عن تطبيق نظام التمديدات المائية بالنسبة لنا إحنا في إدارة الترشيد قسم ترشيد المياه. يعني قبل شوي زميلي مهندس زكريا تكلم عن توزيع المياه، إدارة توزيع المياه، فأنا بتكلم عن ترشيد المياه. فبتكلم مقدمة بسيطة وبادش بعدين في تطبيق النظام في مرحلتين اللي هي البلانينج التخطيط والإمبلمنتيشن في تنفيذ أو تطبيق على أرض الواقع. يعني أول شيء إحنا يعني الجهات الحكومية مع المكاتب الهندسية ويعني إحنا شركاء في هاي العمل، فضروري إنه يكون
في المكاتب الهندسية والاستشاريين متنورين وعارفين ليش أن إحنا عندنا هذه الأنظمة وليش نطبقها في المباني. إحنا كترشيد المياه عندنا هدف أن إحنا نقلل الهدر الويست، على سبيل المثال اللي هي التسربات سواء المرئية أو غير المرئية. الأمر الثاني نخفف أو نقلل أو نمنع قدر المستطاع من الإسراف في الاستهلاك المنزلي أو في ري الحدائق. كذلك عندنا الأمر الثالث الاستخدام المخالف أو غير المرخص، هاي مطلوب إحنا لازم نمنعه. الأمر الأخير الكونتامينيشن اللي هو التلوث. فهاي هي أهدافنا، مثل يعني ما يبين في الصورة بعض التسربات مثلا المرئية والتسربات غير المرئية كمثال. وعندنا أيضا الإسراف يعني في بعض الأجهزة وبعض الأدوات تستخدم كميات من الميعودة، مثل ما نشوف يعني الوش بيس هنا مثلا اللي بالأحمر الدائرة الحمراء في إسراف، أما الدائرة الزرقاء مثل ما يبين هاي استهلاك مرشد. نفس الشيء في الزراعة، المطلوب أنه استخدام الوسائل المرشدة مثل السبرينكلرز والدريبينج سيستم إلى آخره. الاستخدام غير المرخص أو المخالف وكذلك التلوث، إحنا عندنا في أساساً يعني أربع نقاط: الدايركت بامبينج الضخ المباشر، والدايركت تابينج، والليجال كونكشن، والرمي الانستليشن. بتشوفون في الصورة الحين هاي نموذج على الدايركت بامبينج اللي هو أن تكون المضخة بين العداد والخزان، هذه ممنوع طبعاً بتاتاً يعني. كذلك أي توصيلة تكون بين العداد والخزان، المفروض أن الماء يمر من العداد يروح إلى الخزان مباشرة، ومن بعد الخزان ممكن أن الواحد يستخدم أي استخدام. يعني طبعا المشكلة نفس ما تكون مثلا هني برتشة ولا أي مثلا سطل أو شيء موصل بووتر تاب يعني بين العداد والخزان، لو صار في بعض الأوقات مثلا صار باك فلو فبيرجع الماء من الشبكة الداخلية للمشترك إلى شبكة هيئة كهرباء الماء، وهذا الشيء ممنوع عندنا، لذلك هاي غير مسموح بها. هاي الثلاث رسمات مثل ما تشوفون، أول رسمة فوق توصيله قبل العداد، فهذه ممنوعة يعني منعا قطعيا يعني تعتبر سرقة. الثاني نموذج حق الدايركت بامبينج اللي تكلمنا عنه قبل شوي، والثالث اللي هو الدايركت تابينج اللي هي التوصيله بين العداد وبين الخزان. هاي الثلاث نماذج كلها ممنوعة في القانون. هاي كانت مقدمة، الحين بس بمر بشكل سريع على المرحلتين اللي احنا عندنا، مرحلة التخطيط ومرحلة التنفيذ planning و implementation. عندنا احنا ترشيد مسامح أستاذ همام، بس في خلل عندنا قاعد يطلع على الشاشة إيه؟ إن في يعني الشيرينج مال قاعدي ويروح، مش واضح، مو بثابت طول الوقت، غريبة يعني. أنا موجود عندي ما في مشكلة، ممكن بس تلغي الشيري وترد أرجع مرة ثانية يا ريت احتياطا. الحين أوكي يبين عندكم؟ والله للحين أنا مو بش مبين عندي، دقيقة. إيه الحين طلع عندي شيرينج مال، لا هو في خلل في اليوزر مالك زكريا، دار شيرينج ناو يعني إحنا واضح عندنا، أنا أشوفها واضح. لا I'm not sharing anything. ممكن المكاتب يساعدونا، الحضور طالع عندكم واضح؟ اي نعم، ما في اي قطع، واضح تمام ممتاز. يمكن انا عيل عندي الخلل، I will log off and come back again. Please carry on استاذ همام، اسمح لي على المقاطعه. لا ما في مشكله ان شاء الله. نستأنف مره ثانيه. احنا مثل ما قلت لكم عندنا مرحلتين اللي هي planning stage تخطيط و implementation stage اللي هي التنفيذ. في planning stage انتو يعني هاي الشيء تشتغلون فيه وتمارسونه بشكل يومي، يعني انتو تسوون الخرائط
بتسلمونها. في عندنا نظامين، نظام اللي هو وان ستوب شوب، بتسلمون الخرائط، بترفقون فيها الرسومات اللي هي الووتر لاي اوت والسكيماتيك دروينجز، اذا طبعا كانت مطابقه للاشتراطات بنعطيها ابروف، اذا ما كانت مطابقه بنطلب منكم موديفيكيشن ونشيكها مره ثانيه، اذا كانت مطابقه طبعا بتمشي وبتحصلون على رخصه البناء. في النظام الجديد بنايات، انتم لما بترفقون الرسومات بتصدر بعد 5 ايام، فبعد ما تصدر احنا ترشيد المياه صلاحيتنا احنا نسوي اوديت، فبعد ما نسوي اوديت يا احنا نعطيها ابروف يا نعطيها وارنينج يا نعطيها ريجكت على حسب اذا كانت مطابقه ولا لا. فتالي عن طريق الايميل تتواصلون ويانا او تتصلون لنا وتطرشون لنا بالايميل الرسومات عشان نصحح الحاله الموجوده في الموقع. يعني طبعا هاي نماذج من الرسومات، انتو هاي الشيء مثل ما قلت يعني فاميليار وذات، يعني مثل ما يبين مكان العداد عند الباونتري وول واللاين رايح الى الخزان، هاي حق الجراوند فلور. نفس الشيء يعني التمديدات المائية تبين لازم تكون واضحة، هذه حق السطح بروف زين. نفس الشيء السكيماتيك دروينج يكون مبين فيه بشكل واضح العداد والخزانات وين موجودة أماكنها والأوفرفلو والتخزين لازم يكون كم والشيد. طبعاً أحب أمر على القوانين واحد واحد، بيكون واضح إن شاء الله شنو المطلوب فيها، بس إن هاي عشان بس يكون نموذج واضح لازم هذه الأمور تكون موجودة في الرسومات. أنتقل أي طبعاً آخر نقطة بس أبأكد عليها، إن حق الخزانات الأرض إذا كان خزان تحت الأرض underground tank لازم يكون فيه overflow alarm system لابد أيا كان حجمه، إذا كان underground tank. إذا كان above ground tank عادي موجود فوق الأرض بس كانت يعني سعة التخزين مالته فوق 10,000 لتر 10 متر مكعب، أكثر من كذي لابد إنه يتركب له alarm system حتى لو كان فوق الأرض. يعني even if it is above ground, if it is more than 10,000 liters, يعني you have to fix overflow alarm system. الحين بالنسبة حق التطبيق شلون صاير، لما في النهاية آخر لما يستلم الأونر يعني الـNOC أو تستلم المكتب الهندسي الـNOC من البلدية بيقدم على العداد مال الكهرباء. فلما يقدم هو على عداد الكهرباء في خدمة مع خدمة المشتركين، احنا ترشيد المياه بنستلم الطلب كريكويست ان احنا نتأكد اذا كان الموقع مستوفي شروط نظام التمديدات المائية فنعطيهم موافقة وبيحصلون على عداد الكهرباء. اما اذا ما كان مطابق يعني متوافق مع القوانين هذه فنطلب منهم تعديل الأشياء أو النقاط اللي غير مطابقة، فبعدها يحصلون الموافقة عشان يحصلون عداد الكهرباء. طبعاً القوانين موجودة في على السايت، في عندنا الووتر بايلو وعندنا الجايدلاينز يعني موجودة على السايت مال الهيئة، ممكن الاطلاع عليها. وأنا الحين بشرح القوانين واحد واحد إن شاء الله بشكل سريع واضح، ولو في أحد عنده استفسار تالي ممكن نحن نوضح أكثر. طبعاً هالفورمات اللي بيستخدمها الفاحص الـNBA بشرح النقاط أنا فيها واحدة واحدة مو مشكلة، بس هاي مثل ما تشوفون اسمها Water Regulation System Implementation Form، فيها تعهد من البلمبر وبشكل واضح إنه هو يعني متأكد من إن كل هذه النقاط مستوفية الشروط في هاي الموقع في المبنى يعني اللي بنروحه. طبعا المكتب الهندسي مسؤول عن يعني الاشراف على المقاول وعلى البلمبرز، فضروري يكون كل المكاتب الهندسيه عارفه هاي النقاط بشكل واضح يعني، ولو في اي استفسار احنا حاضرين. طبعا اول نقطه اللي هي الهيدروليك تيست، مطلوب من المكتب الهندسي انه هو يتاكد ان المقاول طبق هذه المتطلب، انه يكون في اختبار حق يعني هيدروليك تيست حق الشبكة
24 ساعة 150% من الضغط اللي مفروض أن هي تكون كانت مصممة له. فهي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هو الخزان الأرضي. في يعني هاي في فرعين في هاي النقطة. الأول أن المسافة من العداد إلى الخزان لازم ما تتجاوز 30 متر. maximum distance between meter and ground tank is 30 meter. should be less than 30 meter. يعني كل ما كانت أقل كان أفضل حق المشترك. عشان نتأكد أن الماء يوصل له. كذلك ارتفاع مدخل الخزان. الخزان لابد أن يكون على الأرض مباشرة. ارتفاع مدخل الماء إلى الخزان ما يتجاوز متر ونص. هاي بالنسبة حق هذه النقطة. بالنسبة حق التخزين طبعا الفلل يعني التخزين المطلوب لها ثابت حق كل الفلل 6000 لتر أو 6 متر مكعب. هاي بالنسبة حق الفلل خلاص ثابت يعني ما في اختلاف بين الفلل. لكن ممكن الشقق يعني أو الأبارتمنت يكون فيها اختلاف. تعتمد كمية التخزين المطلوبة في المبنى على حجم التوصيلة. حجم التوصيلة بتكون نص إنش حق المباني اللي فيها من شقة إلى خمس شقق يعني أقل من ست شقق في الغالب يكون نص إنش. فالمطلوب حق كل شقة متر ونص مكعب يعني 1500 لتر. فإذا بنشوف هنا في الحاسبة إنزين يبين أن متر ونص مثلا على سبيل المثال المبنى في أربع شقق إنزين فبيصير عندنا 6 متر مكعب المطلوب 6000 لتر يعني في هذه المبنى اللي فيه أربع شقق. إذا خذنا مثال ست شقق بيكون التوصيل لها 1 إنش بدل نص إنش مساحة. من ست شقق إلى تقريبا 30 شقة يكون بيحصلون على توصيلة 1 إنش. فمتر مكعب المطلوب لها. فمتر مكعب في ست شقق أيضا بتشوف أنه 6 متر مكعب زين فستة ألاف لتر. فلنفرض أنها هي 10 شقق فبتكون يعني السعة المطلوبة 10000 لتر اللي هو 10 متر مكعب. إذا رحنا 30 شقة أكثر بتكون التوصيلة إنشين في بعض الحالات يعني. فإذا كان إذا حصل المبنى يعني إنشين كتوصيلة المطلوب في التخزين نص متر مكعب 500 لتر. فعلى سبيل المثال عندنا 30 شقة في نص متر مكعب فالمطلوب 15 متر مكعب أو 15000 لتر. هاي بالنسبة حق التخزين. أتمنى إنه يكون واضح وإذا في سؤال بعد إن شاء الله بنجاوبه. طبعاً هاي المظلة يعني حق الخزان هاي قانون موجود من زمان وكلكم عارفينه. فالمطلوب إنه يكون الخزان محمي من أشعة الشمس المباشرة. فالمطلوب إنه يكون فيه يعني مظلة تغطي الخزان من جميع الجهات ما عدا جهة واحدة للصيانة بنشوف الحين نموذج. أو إنه يكون مثلا داخل غرفة خزانات يعني تانك روم فبيكون أفضل يعني محمي بيكون درجة أحسن خصوصا إذا كانت الغرفة معزولة حرارية يعني. شيء ثاني مثل ما تشوفون هنا في دري موجود دري الحديد هذه الهدف منه ان يكون الوصول للخزان سهل لو في حاجه للصيانه او في حاله يعني الامرجنسي في حاله طارئه يكون الوصول له سهل لو في تسرب او شيء. هاي لازم يكون موجود ضروري يعني. هاي نموذج يعني على الخزانات ان هي مظلله مفتوحه من جهه واحده لازم تكون مفتوحه من جهه واحده حق الصيانة. كذلك إنه يكون في سبيس على الأقل دار مدار الخزان من فوق من الأطراف على الأقل نص متر يعني حق بعد الصيانة. وبعد شيء مهم إنه يكون الماتيريال اللي بيستخدمونه قوي بحيث إنه هو يعني يعمر. وكذلك إنه طريقة التركيب تكون قوية بحيث إنه ما يطيح يعني من اليوم الثاني أو إنه يطيح من فوق وسبب إصابات حق أحد لا سمح الله. في خيار احنا عندنا يعني طرحناه اللي هو عزل الخزان بالجلاس وول على سبيل المثال. هذه انه يكون مثلا اذا استخدم الجلاس وول حق العزل يكون 50 mm في الثيكنس 50 مليمتر ويلحفونه بكلوث يعني قماش ويكون عليه كوتينج.
فيكون محمي. بس الأفضل أنا يعني أقول لكم إنه هو اللي هو المظلة تكون أفضل. هذه إحنا العزل الحراري حق الخزان نروح له في الحالات الخاصة يعني، بس لكن نفضل المظلة. طبعاً سكشنال تانكس موجودة، فإذا كان سكشنال تانك موجود في مكان غير مظلل، في أنواع اللي هي تكون معزولة حرارياً، يعني يتم طلب العزل الحراري من المزود نفسه. ننتقل حق النقطة اللي بعدها، الأوفر فلو اللي هو تحت الليفل مال الإنلت 3 إلى 5 سنتي نفس ما هو موضح في الصورة. طبعا مثل ما قلنا مساعة إذا كان أندر جراوند تانك لابد أن يكون في أوفر فلو ألارم سيستم، وكذلك إذا كان الخزان العادي أباف جراوند إذا كان أكثر من 10,000 لتر أو 10 متر مكعب. طبعا التمديدات يعني مثل ما نشوف أو المواسير أو الأوفر فلو لابد أنه يكون مفتوح، ما يكون موصل في الدرينج، عشان لو في أي خلل يكون واضح قدام الناس في مكان ويتوصل في مكان ينشاف، عشان لو كان في خلل ما يتم شهر شهرين يتسرب وترتفع الفاتورة على المستهلك، ونفس الوقت احنا يكون عندنا ويست يعني هدر في الماء. فهاي من اهم اهداف الترشيد. كذلك عندنا شيء مهم اللي هو التمديدات المائية بشكل عام، وبالذات في هاي المكان. الحين انا اتكلم عن التمديدات المائية بشكل عام في المبنى، تكون داخل تجويف أو ظاهر يعني. هاي الحين مثلا اللاين اللي هو الدايركت لاين احنا نسميه من العداد الى الخزان، في الغالب الناس تحطه تحت الارض. احنا عندنا خيارين، اذا كان مدفون طبعا تحت الارض مباشرة هاي غير مسموح فيه. فالخيارين المسموح فيهم يعني يكون ظاهر، بس في غالب الاحيان الناس ما تفضل يكون ظاهر يعني كديكور، يعني الناس ما تحبه والمنظر العام. فمسموح انه يكون تحت الارض لكن داخل سليف او داكت يعني، فيكون بايب ان بايب. طبعا اسهل في الصيانه وتتجنب التسربات انها هي تحفر الارض وتسبب كراك في المبنى. فهذه اجباري انه يكون احد الخيارين، يعني انه يكون فيزبل مرئي او انه يكون تحت الارض لكن بايب ان بايب انسايد سليف. عندنا شيء مهم اللي هو الفولفات، ان تكون موجوده وانتم بكرامه يعني كل حمام يكون له فولفين، فولف حار وفولف بارد. هاي انتم الصور تشوفون يمكن فيها وايد فولفات، هاي كاختياري، لكن الصوره اللي فوق اليسار فيها فولف رئيسي حق كل حمام حق اللاين البارد وفولف حق اللاين الحار، حيث يفصل الماء لو كان في اي تسرب وبسهولة يعني حق المينتننس، وان الماي ما يستمر في هدر يعني. طبعا التمديدات المائية في النقطة التاسعة مثل ما نشوفها لابد انها مكتوب انها هي تكون انستوليتد او ناحية محمية من اشعة الشمس المباشرة، سواء كانت في الفويد المنور او الى اخره داخل الطوفة، خصوصا يعني حاليا الجدران تكون معزولة بعزل حراري. فإذا كان التمديد داخل الطوفة بعد أيضا بيكون يعني يجنب الماء والتمديدات أشعة الشمس مباشرة والحرارة. هاي النقطة تكلمنا عنها مساعة، أنه غير مسموح بالليجال كونكشن اللي هي توصيله قبل العداد، كذلك اللي هو الدايركت بامبينج أنه يكون تكون مضخة بين العداد والخزان، هاي غير مسموح فيه، وأنه يكون في تاب وتوصيله بين العداد والخزان بعد غير مسموح فيها. توصيلات تكون من بعد الخزان في أي نقطة مو مشكلة، على حسب رغبة المالك وعلى حسب تصميم المهندس. طبعاً يعني الأدوات والأجهزة لابد أن تكون مرشدة فيها اللي هو الريترز، وأن يكون الريت مالها مال الاستهلاك ضمن المسموح فيه مثل ما تشوفون في هذه الجدول، يعني مثل السينك بيسن 10 لتر في الدقيقة مثل ما هو مكتوب، ماكسيمم فلو ات اوتلتس يعني 10 لتر بير مينيت على سبيل المثال مثل ما قلنا الاول، ومذكور هنا عندنا حق الاماكن الثانية، وش بيسن 8، البث تاب 12، والشاور هيد 10. وانتم بكرامة في الحمام في عندنا حق الفلاش تانك
ثلاث نقاط. طبعا لو بدنا يكون في فولف قابلها بشكل مباشر، لان في كثير من الاحيان انها تكثر التسربات في هذه الموقع. عندنا الفلاش تانك ما يكون اكثر من 6 لتر ماكسيمم كباسيتي حق فلاش تانك، يكون 6 لتر 6 لترز، وكذلك يكون دول فلاشينج سيستم. حق اليورينالز نفس الشيء، في لابد انه يكون يا اما سنسر او مانوال، هاي النظامين المسموح فيهم. النظام المسموح فيه الغير مسموح فيه اللي هو الاوتوماتيك، وطبعا بشكل عام ان الماكسيمم كاباسيتي حق الخزان مال اليورينالز 2 لترز بير فلاش بير فلاشينج. بعض المباني وبعض البلل قد يكون فيها اللي هي الحدائق، طبعا يعني احنا ننصح انك او لابد حق الحدائق اللي تكون شوي عودة يعني 50 متر مربع واكثر، ان يكون لها سبريت تانك، يكون لها خزان مسامحة خاص فيها عشان ما يأثر على استخدام الماء في الاستخدام المنزلي domestic use، يعني في حق gardening بروحه وحق الدومستيك يكون خزان بروحه. يكون خزان المخصص حق الري حق الgardening مرتفع يعني نص متر على الأقل عن الخزان الأرضي، مو بشرط نفس الارتفاع اللي نشوفه في الصورة، مجرد إنه يكون في فرق بينهم نص متر كفاية يعطي الأولوية حق الاستهلاك المنزلي. توصيلة الزراعة لازم تكون نص إنش، ما يكون أكبر من هاي الحجم عشان ما يكون فيها هدر. طبعا حق الزراعة لابد من استخدام يعني طرق الزراعة الحديثة المرشلة للاستهلاك مثل الدريبينج سيستم والسبرينكلرز، ولابد انه يكون مركبين تايمر عشان يضبط الري وما يكون في هدر واسراف، بحيث انه يكون مثلا طول اليوم يشتغل، لابد انه يكون في تايمر يتحكم في الري مع الدريبينج سيستم او السبرينكلر اثنيناتهم. طبعا هاي حاسبة يعني متوقع ان المتر المربع من يعني الزراعة مثل ما تشوفوا ان العشب يحتاج 10 لتر في اليوم، والشجرة الواحدة تقريبا بعد تحتاج 10 لتر في اليوم، عشان الواحد يسوي حسبته ويحط خزان مناسب حق هاي الاحتياج. طبعا الري يكون على فترتين صباح ومساء، زين بداية الصباح عشان ما يتبخر الماء، وبعد في المساء يعني بعد عشان ما يتبخر الماء. فممكن الواحد يحسب انه نص كمية الاحتياج يخلي لها خزان مناسب، بحيث مثل ما قلنا ما ياخذ من استهلاك المنزل لو كان في حديقة. يعني اخر شيء انا يعني بس بذكره بشكل سريع، طبعا في الووتر بايلوز موجود قانون اللي هو الرخص اللي هي السباكة البلامبينج لايسنس، والقانون موجود في الووتر بايلو وممكن نطلع عليه في نهاية الووتر بايلو موجود. أنا بس هني حاط هاي الصفحة اللي هي المادة 7 فيها 6 نقاط اللي مذكورة. الأولى إن لابد إن يعني المبنى أو البلامبر أو المكتب الهندسي يشرف على المقاول إنه هو يطبق هاي النقاط الستة أو النقاط الست. أول شيء الاشتراطات المطلوبة من هيئة كهرباء الماء لازم إنه هو يطبقها. رقم 2 إنه هو يستخدم الأدوات والأجهزة المسموح بها، يعني إحنا شفنا مساعة في الشرح. رقم 3 إنه ما يقدم معلومات خاطئة عن نفس اللي هو البلمبر أو عن المبنى، والتوصيلات الغير قانونية أيضا غير مسموح فيها. ورقم 5 الضخ المباشر direct pumping نفس ما شفنا إنه غير مسموح مساعة، وعن الهيدروليك تيست اللي تكلمنا عنه أيضا. هاي موجود مثل ما قلت أنا في الووتر بويلو، ممكن نرجع له. طبعا بعد في الووتر بويلو بتحصلون إنه في penalties، يعني في نظام للمخالفة السباكين يعني بشكل واضح. أنا بأخذ نموذج واحد مثلا مكتوب في النقطة 3 في penalties في المخالفات،
أن اللي خالف نقطة رقم 4 أو النقطة رقم 5 في المادة السابعة اللي شفناها مثلاً على المادة السابعة، فاللي خالف النقطة الرابعة والنقطة الخامسة اللي هم موجودين تحت في الصفحة عشان تشوفونهم في السلايد، رقم 4 أن ما في illegal connection، توصيلة غير قانونية، زين، ورقم 5 أن ما يكون في direct pumping. فاللي خالف هذين النقطتين أو واحدة منهم تطبق عليه اللائحة، مثل ما تشوفون أن العقوبات موجودة هنا في وسط السلايد، أن يسحب من الليسن أو يتم إيقاف الليسن الرخصة لمدة 6 شهور في حال سوى الموضوع، يعني تكرر الموضوع مرة واحدة فقط. إذا تكرر مرة ثانية يتم سحب أو إيقاف الليسن سنة كاملة. في حال تكرر بعد ففي المرة الثالثة يسحب بشكل نهائي. يعني القانون موجود في الووتر بويلر، ممكن للطلاع عليه. هاي أوردت كنموذج بس عشان نفهم شلون طريقة عمل يعني المخالفات الفيوليشنز حق اللايسنس. فأنا خلصت اللي عندي، وإذا في أي استفسارات أيضا فأنا حاضر. يعطيك العافية أستاذ هبام، شكرا جزيلا، كفيت ووفيت يا جماعة جميعا من جميع الإدارات. بس للتأكد، هل في بعد أي مادة إضافية بيتم شرحها، ولا نفتح باب الاستفسارات من المكاتب؟ احنا الترشيد خلصنا، ما أريد التوزيع إذا عندهم شيء. أيضا التوزيع خلصنا من صور المادة. ممتاز. إنزين عيال، الحين نبتدي وقت النقاش مع بين الإدارة والمكاتب الهندسية. طبعا يتم رفع اليد، يا ريت بس يعني تسمحون حق المكاتب واحد ورا واحد بالسؤال. عندكم زكريا، عندك الاستقبال الأسئلة، تفضل. أنا يعني ما من وجهة نظري أفضل إنهم يكتبون هذا الشات ونرد عليهم، بحيث أنا أتوقع العدد عود، فيعني بيكون أفضل للتنظيم، أو تبون بالكلام. إحنا خبرناهم إن بالكتابة نحبذ إن يطرشون إيميل مفصل ونطرش لكم أو يخاطبونكم مباشرة. لا كذي الكتابة. الكتابة بتتوالى، الله يسلمك، وبيصير سؤال ساعات مقسم أو شيء من هالقبيل. يعني حسب الخبرة السابقة ما كان وايد هالموضوع عملي. إحنا حين نفتح مجال النقاش بالصوت، في رفع يد من المكاتب، وأنتوا تقدرون تشوفون اللي رافعين اليد وتختارونهم بالترتيب وينسأل ويتم الرد عليهم. وإذا في أي شيء in details. طبعا انا اكد على المكاتب الهندسيه، اتمنى الاسئله تكون general وspecific في الاشتراطات. اي استفسار عن وضع خاص لمشروع معين بكنديشن معين، لازم يتم ذكر جميع التفاصيل في ايميل عشان يصير في جواب محدد على هاي الكنديشن. لكن احنا حين فاتحين المجال للنقاش العام وليس الخاص، إذا سمحتوا تفضلوا. إنجينير عبير، ممكن تفضلين المشاركة. السلام عليكم. عليكم السلام. مشكورين صراحة على العرض، ومشكور مهندس هموم ومهندس مال ترشيد. فأنا عندي سؤال لمهندس هموم على الكاباسيتي مال إحنا شرحنا خزون الماي مال الفلات واللي هو الفيلا، بس على الوركشوب أو الإداري والتجاري، يعني شنو طريقة الحسبة؟ لأن هي صراحة تكون شوي معقدة. يعني مسامحة بس ترفعين صوتك، ما سمعت. حسبة حق شنو؟ الإداري والتجاري، اللي هو مثلا لو كان عندي وركشوب شلون أحسب له خزان الماي. إنزين، إحنا يعني القانون حاليا اللي موجود زين يلزم مثل ما قلت لكم الفلل والشقق زين بنفس الطريقة اللي احنا شرحناها. اذا كان في مثلا محلات او وركشوبس على سبيل المثال، احنا نطلب يعني نص متر مكعب حق الوحدة
زين هاي يعني بشكل أساسي لو ما كانت تستهلك ماي وايد، فمثلا إذا في أربع محلات فمترين مكعبين يكون كفاية إن شاء الله. لكن إذا المكتب الهندسي شاف أن لا الاستهلاك في ذي المكان، يعني مثلا إحنا لأن ما نعرف بالضبط شنو الاستخدام مالهم، فأنتوا عارفين أكثر، اي فانتوا تزيدون التخزين من عندكم. يعني احنا ما احنا بالنسبه لنا بنشوف نص متر مكعب بنمشي الطلب بنوافق بنعطي موافقه، لكن لو انتوا يعني انتوا مطلعين اكثر على الاحتياج اكثر فانتوا حددوا ايش كثر، ويعني حطوا لنا التخزين يكون كافي. مثل ما قلت لك قبل شوي نحن بنمشي طلب، لو كانت يعني مثل ما قلت لك اربع محلات ومترين مكعبين بيمشي زين. طيب على حسب لو كان في المحل ماي او لا ولا ما له علاقه، لو كان في لازم يكون في، لان بيكون في شو اسمه بيكون في العداد، فالمحلات يعني المستاجر يروح ويجي في مستاجر غيره يمكن شهر شهرين يسكن. نفس الشيء له علاقه بالاوفيس، لو مكتب او شيء نفس الحسبه بيكون نص متر مكعب. اي نفس الشيء المحلات والمكاتب والورش. اوكي اوكي تمام. مسامحك بغيت اسال على عدادات المياه لما نقدمها عبر بنيوت، شنو المطلوب عقب يعني عقب ما نختار المقاول وكل شيء، في طريقه شنو التكمله او يعني بس خلاص هاي المطلوب من المكاتب حق عدادات المياه؟ ايه عدادات المياه يصب توزيع المياه. اذا اخوي زكريا حبيت اضيف شغله بخصوص الاحتياجات، طبعا في نظام بنايات موجود في جدول حق الاحتياجات وموجود عندنا ريفرنس، يعني بالنسبة نفس ما قال المهندس همام بالنسبة للفلل موجود عندنا ستاندرد الفيلا ديماند 2 متر كيوب على أساس 350 لتر بير دي بير كابيتا. بالنسبة للشقق يعني تعرفين الشقق يمكن يكون فيها يعني خصوصا لما نجي لمشاريع استثمارية يكون في بنايات يكون فيها ثلاث شقة يكون فيها ثلاث غرف، شقة فيها غرفتين شقة، فيعتمد على الديزاين how many person. وموجود عندنا ريت للفلاتش لأن الفاسيليتي بتكون أقل اللي هو 230 موجود في بنايات. الجدول هذا موجود وين بالضبط في الانفورميشن ولا في الووتر ديتي؟ في الووتر موجود يو هاف تو سيلكت كاتيجوري. اوكي انزين بالناحيه الوركشوب طبعا بيكون في استخدام للاشخاص واحيانا يكون في استخدام للبروسيس اللي عندهم، فمهم هني يكون شو اسمه موجود عندنا الديتيلز. يعني اكيد لما واحد يقول ورشه كم شخص بيكون موجود فيها، هل هي في فيزيتر، هل الفيزيتر بيستخدم ماي او لا، هذه الامور مهمه. بالنسبه للمستشفيات موجود الحسابات بير بيد، بالنسبه للمطاعم موجود في نظام بنيات نفسه يعني. اي نعم موجود موجود. وين بالضبط في الماي ابليكيشنز؟ في في لما تسوون الانترنج ديتيلز موجود ووتر ديماند وموجود الجدول. بالنسبه للمطاعم موجود بير سكوير اريا فور دايننج اريا اونلي. لو ممكن نرفق هاي الجدول في البرزنتيشن يعني لانه انا مو مقدر احصل ان شاء الله نرفقه. إنزين على أساس اللي هو تقديم العدالات، هل بس مطلوب إن إحنا نقدم عداد الماي ونقدم الطلب بس، ولا في تقديمات ثانية أو في أوراق ثانية مطلوبة يعني؟ يعطيك العافية مهندسة عبير، بس عشان نرفق المجال للآخرين بيكون هذه آخر سؤال، وإذا عندك أي أسئلة ثانية ريت تطرشينها على الإيميل. تفضلوا الجماعة للجواب لأن في ناس بعد قاعدة تنتظر حق توجه أسئلتها، ووقت الورشة تقريبا بيخلص، فياريت الإيجاز. ولو في أي نوع من الاسترسال ممكن أنه يتم المخاطبة عبر الإيميل عشان بحث التفاصيل بشكل أفضل.
اوكي، بالنسبه لهي الاجابه للسؤال، طبعا لما تقدمون احنا عاده نعطي العداد وقت الانشاء، فلما يكون مبنى احنا بنوصل العداد الرئيسي، بس الطلب يكون على جميع الوحدات. تمام اوكي. وبعدين في المرحله الثانيه في عدادات الفرعيه. اوكي تمام، يعطيكم العافيه، ما قصرت، شكرا. تمام، ننتقل للسؤال الثاني. يعطيك العافيه مهندس عبير، ان شاء الله حصلتي اجوبتك. أخ زكريا أو أستاذ غدير، تقدرون تختارون الأشخاص؟ طالع عندي علي إبراهيم، بس عندكم التنسيق، تفضلوا. أوكي، خلي الأخ علي أشوفه شو اسمه، إيه إذا عنده سؤال. السلام عليكم. الله يعطيكم العافية، شرح وافي وكافي وتحديثات مستمرة بين فترات زمنية قصيرة في المياه والكهرباء، وغالبا في مصلحة المستهلك، وما شاء الله عليكم ويعطيكم العافية. عندي ثلاثة استفسارات. الاستفسار الأول، مسؤولية المكتب الهندسي في تقديم طلبات الماء، مو من الأسهل، يعني هي مقترح، مو من الأسهل أن السباك نفسه تعطونه أكسس على نظام بنايات على أساس يرفق الطلب، كون أنتم تطلبون قياسات إلى البوكس والفيتينجز على أساس ما تصير يعني الموضوع يصير طويل، المكتب الهندسي يطلع يصور أو يستلم صور غير صحيحة. يعني هذه يعني هاي مقترح أن يكون السباك بما أنه عنده مسؤولية وعنده لايسن، فممكن تعطونا أكسس على نظام بنايات يرفق الطلب ويتابع في الطلب. يعني مو القصد أن المكتب الهندسي يطلع من المسؤولية كثر ما أن يكون العملية أسهل. إن هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، عندكم تحديث في الرسومات إلى التجهيزات العدادات الفرعية، ياريت تطرشون إلينا على المكاتب الهندسية ملف الأوتوكاد على أساس يسهل علينا إن ما نقوم نعيد رسمة وتطلع أشياء خطأ، على أساس نكون تكون عندنا نرفقها في نضمنها من ضمن الرسومات للواتر سبلاي على أساس تكون سهلة. النقطة الثالثة، بخصوص المظلات في السطح، يعني كشكل عام، يعني يكون تكون شكل المظلة من تشينكو أو من قلب، يعني مع 5 سنوات تشوفون الوضع العام من الخارج شكلا يعني مو مناسب، فلو تقترحون مثلا إضافة غرفة في السطح إلى الخزانات أو سقف خرساني ظاهر، أو يعني بشكل تريتمنت معين نفس ما قاعدين يسوون في ديار المحرق أو في درة البحرين أو رفع فيوز، يعني ممكن تستفيدون من التجارب الموجودة في المناطق هذه. شكرا جزيلا والله يعطيكم العافية. بخصوص السؤال الأول، طبعا كمكتب هندسي اللي قدم إجازة بناء بتكون عنده كل الدوكيومنت، فصايرة هي العملية مواصلة. الشغلة الثانية إن المكتب الهندسي نفس ما ذكرت إنه بيسوي سوبر فيجن، والفاسيليتي اللي عنده في السيستم بتكون أسهل وأسرع، فمن كذي اتخذ القرار إن المكتب الهندسي يواصل تقديم الخدمات، وبعدين حق بعد النو أوبجيكشن. من ناحية السباك يعني أشوفه أنهم ما زلنا إحنا نستقبل على الطلبات القديمة، بس بعد قاعد تصيدنا مشاكل في أوراق ناقصة ما شابه. حاليا إحنا يعني منواصل مع المكاتب الهندسية.
بخصوص التحديثات اللي تصير، لأن في تقنيات جديدة تصير، فإحنا نتأقلم مع هذه التقنيات. موضوع الأوتوكاد إن شاء الله منشوفه عليكم. يعطيك العافية أخ علي إبراهيم. حمام مرض عندك تعليق على آخر سؤال أو اقتراح بالنسبة حق الخزانات؟ أي أو المظلة. طبعا يعني إحنا ما نقدر نجبر صاحب المبنى أنه هو يسوي شيء، يعني هو في النهاية هو صاحب الخيار الأخير، لكن إحنا يعني من ضمن الأمور اللي سويناها إنه في البداية كان في صعوبة إنه يكون في روم، يعني تانك روم كان في البداية غير مسموح فيه، يعني في إشكالات مع بعض البلديات، فالتالي تواصلنا احنا مع البلديات وسمحنا فيه. حتى إذا تشوفون في القانون مساعة كان مكتوب أن تانك روم، وأنا قلت بعد هالشيء فهو الخيار الأفضل يعني، ومثل ما قلت حق الجمالية يكون أفضل، وترى التشينكو مو هو الخيار الوحيد اللي موجود، يعني في وايد مظلات يكون شكلها وايد جميل، في عدة مباني احنا شفناها ويركبونها وفي وايد ناس يركبونها. هاي يبقى يعني الموضوع متروك حق المالك، لان احيانا المالك يكون يعني ما عنده قدرة واستطاعة انه يركب شيء مكلف جدا، فاحنا ما نبي نكلف على المشترك او صاحب المبنى، لكن احنا نطرح له جميع الخيارات وهو في النهاية الخيار له، يعني هو يقرر على حسب امكانيته وقدرته يعني. شكرا لك اخ حمام. AMR ممكن تتفضل اذا عندك اي استفسار. السلام عليكم. الصوت مو واضح اخو. الو، يعطيكم الصحة والعافية. معك منسي عمر مكتب معمرين العرب، بس عندي استفسارين إذا ما عليكم أمر، سؤالين سريعين. بالنسبة حق لهو المسافة 30 متر، إذا في ممكن توفرون لهو التابينج بوينت اللي تكون موجودة في الموقع، لأن أحيانا إحنا في التصميم نحط 30 متر بس ما نكون عارفين في الموقع نفسه وين يكون التابينج بوينت بالنسبة للعداد. فسؤالي هو من وين ممكن نحصل على الخرائط أو السايت بلانز فور ذا بايبينج فور ذا تابينج بوينتس. هاي السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة حق اللي هو تقديم الطلبات على بنايات. لما نقدم الطلب وناخد أبروفل على نظام بنايات من إدارة المياه أو الكهرباء، شنو النكست ستيب؟ يعني احنا اخذنا ناخذ الابروفل وبعدين شنو نقدم الطلبات؟ يعني احنا نقدم اللي هو الايوا اجريمنت مع العقود ومع المستندات المطلوبه. النكست ستيب شنو نسوي بعد ما ناخذ الابروفل؟ ويعطيكم الصحه والعافيه على المجهود وما قصرتوا. في نقطة بالنسبة لتقديم بنايات، دائما يسألون المكاتب الهندسية اللي هي قائمة السباكين المعتمدة. احنا يعني اذا بتلاحظون ان القائمة not updated في نظام بنايات، لان لازم يكون reflected في السيستم اللي عندنا. حاولنا احنا نسوي update الى السباكين، بس كان صراحه ما يعني لحد الان ما صار ابديت، بس عندنا القائمه السباكين المعتمده موجوده على الويب سايت، ايوا ويب سايت. دائما يسالون من ضمن الاسئله انه مو موجود السباك ما يقدر يقدم طلب. من اكد على شغله واحده، ان المياه غير الكهرباء، الماي you can leave it blank. You can skip this plumber name
But on the other hand, في الاتاتشمنت موجود details اسمه water contractor details. هني نحتاج attachment contract ما بين الـ owner مع السباك بالإضافة لكوبي من اللايسنس. وإحنا هذه اللي نشيكها في تقديم الطلب. من الناحية الثانية بخصوص لما تقول قدمت الطلب شلون يو فولو أب، موجود هو على الإي جوفرمنت الستيتس مال الطلب. يعطيك الصحة، بس يعني ليش على الستيتس مال الطلب على الإي جوفرمنت هذا ما يكون على نظام بنايات؟ يعني بعد الأبروفل، بعد ما نحصل الأبروفل من هيئة المياه. أي بعدين الستيتس مال الطلب يعني اللي أعرفه حاليا، ومنتأكد بعد when you send it by email وبتأكد من خدمات المشتركين حاليا اللي أعرفه، لأنه يكون عن طريق الإي جوفرمنت والصلاحية عند السباك أو الأونر. يعطيك الصحة والعافية. ما بتشوف بعد إذا ممكن كمكتب هندسي أو بتشوف الأبديت يعني، وبنخبركم إن شاء الله برد بالإيميل. يعطيك الصحة والعافية. وبالنسبة للتابينج بوينت، بالنسبة للتابينج بوينت عادة إحنا ما نعطي الخرائط اللي عندنا، بس إحنا عادة يعني عادة معظم البيوت تكون فيها نعطيه على الواجهة، إلا إذا كان في يعني إذا كان في بيت على شارعين أو أكثر أو أرض كبيرة، أحيانا نجينا أراضي يعني مجمع سكني يكون على أكثر من جهة. هني يو كان سند إيميل إلى منعطيكم الكونتاكت بيرسون عشان تشيك التابينج بوينت. في بعض المكاتب الهندسية يتواصلون ويانا خصوصا في المشاريع الكبار. We give them the location, the proposed location عشان يكون الخزان قريب. يعطيك الصحة. فاهم قصدك، لأن أنت ممكن مثلا لما عندك جهتين تسوي جهة مثلا على الواجهة ويكون والخزان بعيد يكون. صحيح. يعني في ناس ما يفضل إنه يكون الخزان في الواجهة. يفتح البيت فيخليه في الجهة الخلفية، ولما تكون الأرض واسعة فبيكون في فرق. إذا في مكان جانبي أحيانا إحنا يعني نتعاون. إذا عندك داوت بنعطيكم إيميل، لما تطرش نعطيك إيميل عشان شو اسمه اللي proposed location. وإحنا بنحاول إن شاء الله، يعني سؤالك جدا ممتاز إن إحنا نطور إن إحنا دي نخليها في إجازة البناء بعد. يعطيك الصحة والعافية أستاذ زكريا، ما تقصر، شكرا جزيلا. السلام عليكم. عندي استفسار ممكن أسأل؟ مسامح الشيخ بس برفع اليد الاستفسار. معنا لأنه مش يعني ناس صغير يكون يشاركون، فمعنا حاليا حسب الترتيب الأخت إيمان الغريب. صباح الخير، يعطيكم العافية مهندسين. عندي سؤال سريع، عارف ان الوقت شوي ضيج. ذكرتوا تحديث لقانون جديد اللي هو متعلق بتوفير نقطة لتزويد من خلال التهريج، بس اذا ممكن تبينون لنا اي نوع من المشاريع اللي يطبق عليها هاي القانون. واستفساري الثاني هو تحديث الرسومات التفصيلية اللي ذكرها احد الاخوان، فعلا نحتاج انه يكون عندنا بعض الرسومات الستاندرد اللي نعتمدها في رسومات على أساس التقديم يكون مرتب، وممكن المكتب يجيب لكم رسومات مختلفة. هاي سؤاليني باختصار، شكرا. من ناحية الرسومات نفس ما قلنا موجودة على الويب سايت، وأي تغيير إحنا نسوي نتواصل ليها عن طريق البلد الشامل إنه يطرشون للمكاتب الهندسية. أتذكر إحنا لما سوينا التنكر بوينت كان في فبراير 21 تم الإرسال للمكاتب الهندسية. في بعد بعض الرسومات اللي استحدثناها، ومن ضمنها نفس ما قلنا إحنا قاعدين ندخل تقنيات جديدة، ومن ضمن هذه التقنيات اللي هي العدادات الإلكترونية. العدادات الإلكترونية في البناء في الفلل طبعاً بتكون نظام الوايرلس، تطرش السيجنال القرارات عن طريق الراديو،
وعندنا أنتينا في المنطقة، بينما البنايات عادة لأن الفيلا بتكون في الواجهة فبسهولة الأنتينا تلقط السيجنال، بينما البنايات يكونون في اللاندنج مال الدرج أو يكونون في شافت، فبيكون في كونكريت وبيكون في كل طابق في المباني الكبار أو يكون أحياناً في البيسمنت، هني السيجنال يكون ضعيف ما يجينا، فنستخدم له نظام الوايرد ميتر. فعندنا هاي بعد دياجرام حق الوايرينج، وإذا حبيتون منطرش لكم الأبديت دروينج من ضمن الأسئلة، عشان نفس ما قلنا هي موجودة في بنايات وتم إرسالها سابقاً ومن أبديتو منخليها، وإن شاء الله التحديث الجديد اللي بيصير حق الاشتراطات اشتراطات البناء بيكون موجود فيه. شكرا مهندس، ما قصرت. وشون بالنسبة حق التحديث الجديد أتوقع يمكن الإجازات البناء اللي مكتوب إليهم إنه موجود تانكر بوينت. آه أوكي. أي بس إذا يقدر المشترك يسوي لازم يعني يسوي، لأنه بيكون لصالحه، لأن صراحة إحنا عندنا خطة استراتيجية في حالة انقطاع المياه شلون منوفرها، فعندنا إحنا يعني من ناحيتنا في خزانات في تمبرري بيكون بامبينج، بيكون في عندنا تانكرز، خطة يعني جاهزة، ما نبغى نوصل لآخر لحظة we cannot connect the customer. بس سؤالي هل بيكون هذا حق جميع المشاريع؟ حاليا موجود، بدأنا نطبقه من فبراير 2021، أي واحد عقب هذه لازم يكون في تانكر بوينت. أوكي شكرا، يعطيك العافية، شكرا جزيلا. شكرا. الأخ زينب. السلام عليكم، يعطيكم العافية. بس عندي استفسارين بسيطين متعلقين بنقطة التوصيل حق في المشاريع السكنية تحديدا البلل، اللي هو حجم نقطة التوصيل، متى يتم استخدام 1 إنش ومتى يتم استخدام 2 إنش. أوكي. والسؤال الثاني بالنسبة إلى رسومات الأعداد الأخيرة اللي استلمناها منكم تحديداً حق التوصيل للفيلا 1 إنش، ففي عندنا رسمتين للعداد، واحدة اللي هو الأفقي اللي هي عبارة عن وول ماونتد، والثانية العمودي اللي هي عبارة عن تجويف بالجدار. السؤال هو هل يمكن تطبيق العداد الأفقي بحيث هل يمكن تطبيق العداد العمودي بس بدل ما انه يكون وول ماونتد يكون رصيص في الجدار؟ هذه هي الأسئلة، شكرا جزيلا. من ناحية السؤال الثاني، طبعا احنا سوينا الدروينج تشمل التو اوبشنز، احنا ونفضل ما يكون جراوند، كل ما كان على الوول يكون افضل، لو صار لي بيبين بسهولة، فاحنا نفضل هذه انه يكون وول ماونتد. ودائما احنا ما ندش داخل العقار، واذا في يعني في حالة السايد وول حوالي متر واحد نقدر ندش، بس هذا المتر على المشترك انه يوفر سليف. ومن ناحية تحديد السايز نفس ما قلنا يعتمد على الديماند، وموجود الجدول في بنايات هاو تو فيل الديماند، ومنطرش لكم الجدول بعد المحاضرة. اوكي بس شغله مثل ما قلت اللي هو العمودي هو صاير وول ماونتد، فمثلا احنا اذا نبغي كشكل ما نبغي يكون ظاهر او بارز من الجدار، فهل يمكن احنا نستخدم مثل السايز بس بدل ما يكون ظاهر في الجدار نسوي اليه تجويف في الجدار بس نستخدم نفس الدايمنشنز؟ هذا من من ناحيه بس هو بيكون على الفرونت وول ولا السايد وول؟ سواء كان على الفرونت وول او السايد وول. بس الفرونت وول ما عندنا مشكله. اوكي زين، الفرونت وول لانه ما بيكون اتاتشد في نيبر وبيكون في جاب، فلما يصير ليك او شيء بيكون الدمجز ليميتد، بس لما يكون ريسست وفي السايد وول
بيكون عند على عند النيبر. هني صادتنا مشاكل في الدمجز، فمن كذي احنا نبتعد عنه. بالنسبة حق السايز اللي هو الكونكشن بوينت، فهو المشروع السكني بيكون أوريدي 6000 لتر. بس اي نعم. في تو اوبشنز اللي هو في 1 انش و 2 انش، فشلون هذا؟ لا لا، بالنسبة لل الفلل كلهم نص انش، ما نعطي ازيد من نص انش. اوكي اوكي، شكرا جزيلا. اي لان النص انش مور ذان اناف. الأخ محمود موسى كان عندك استفسار، إذا ممكن تشاركنا. الأخ محمود، عشان بس we can wrap up في الورشة، إذا في بعد أي أسئلة، لأن إحنا لازم ننهي الورشة. مع الشكر الجزيل للإدارة، الإدارتين الصراحة ما قصرتوا، أخذنا وقت أكثر من المتوقع، لكن إن شاء الله كان فيه الفائدة للجميع. أتمنى أن يكون الأجوبة ردت على جميع الاستفسارات الموجودة. فحسب اللي أمامي أنا ما أشوف أن في أسئلة إضافية. تفضل عمر، تفضل. أنا آسف بس استفسار جدا سريع. وبالنسبة حق اللي هو التانكس، الروف تانكس أو الخزانات، الخزان الأرضي، هل مسامح الروف تانكس لازم يكون on the rooftop، ولا ممكن نوفر خزان يكون بس فقط خزان أرضي ما يحتاج إنه نوفر rooftop tank؟ يعني بالنسبة حق المشاريع مثلا محلات تجارية أو شيء، أكون محتاج فقط حق خزان أرضي، ولا لازم أوفر خزان أرضي وخزان على الروف بعد؟ بس هذه سؤالي. همام موجود يانا؟ كي محمد I will check with you. همام؟ نعم موجود. اي اوكي. يعني في يعني احنا في القوانين في الووتر بايلو ما في اجبار حق ان انت تركب روف تانك، زين، لكن احنا ننصح ان الروف تانك يكون موجود. يعني مثلا في حالة انقطاع الكهرباء، اذا انت بتعتمد بس على المضخة، اذا كان الجراوند تانك فقط اللي هو موجود، لازم تكون في مضخة. ففي حال انقطاع الكهرباء بيواجه مشكلة الشخص، فهو طبعا الافضل انه يكون في روف تانك، زين. بس احيانا في بعض المشاريع الخاصه، يعني مثلا مستشفيات ولا مجمعات تجاريه، بعض الاحيان يعني يكون هم يعتمدون على الجراوند او اندر جراوند تانك، يكون في كميه تخزين عوده بعد، زين. لكن الافضل دائما انه يكون في روف تانك. يعطيك الصحة والعافية بشمهندس، وضحت، ويعطيكم جميعا الصحة والعافية. واسمحي لي بشمهندس هزار، يعطيك ألف صحة وعافية على مجهودك. مسموح يا عمر، كلكم إخوان عزيزين وزملاء. شكرا جزيلا إدارتي توزيع وترشيد المياه، كانت ورشة مثمرة ولله الحمد. نشكر لكم حضوركم أعزائي المكاتب الهندسية، إن شاء الله نلتقي في ورش مثمرة مشابهة أخرى. سلامي للجميع. إدارتي الكهرباء، عفواً، إدارتي التوزيع والترشيد، أكرر شكري لكم، ومع السلامة جميعاً. الله يسلمكم، مشكورين على الترتيب.